أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارسنا. لحظة، أعطيه الميكروفون. حكمة نبع ولا ينبض، وسوف يقدمها حكمة طالب عابد. حكمة اليوم: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. هل تعلم أن أول رسل إلى أهل الأرض بعد آدم هو نوح عليه السلام؟ هل تعلم أن نبي لقب بالذبيح هو إسماعيل عليه السلام؟ شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.